احنا ربحنا الالمان هم داروا بينا الجره وطيشونا. مرحبا بكم. مرحبا. لابد نبني طريق صحيح خطوة بخطوة باه نوصل للهدف نتاعنا. جماعة قسمتين نورنا ولحقوا هنا. السلام عليكم. حان وقت الحسم. وش نقصد بالحسم؟ الحسم هو نشمروا على ذرعينا ونتكلوا على ربي في تقرير مصيرنا بتفجير الثورة في أقرب وقت. ولازم نعرفوا هذه يلزمها تضحيات أموالنا أرواحنا عائلاتنا، واللي ما عندوش استعداد نفضل ينسحب فورا. أول نوفمبر. هذه الليلة رايحين نعلنوها ثورة شاملة في كل ربوع الجزائر. FLN J'accepte d'être fusillé si ma mort doit sauver l'Algérie. Mais votre armée et sa façon d'agir est notre meilleur agent recruteur. Vos soldats pillent, violent, détruisent. Hey! يا جماعة قررنا باش نخرجوا من هنا. نخرجوا من هنا؟ وكيفاش نخرجوا؟ اش بدلي عاوني. Allez, faites vite. Faites vite. Toi. Dors. Dégage, toi aussi. Dégage. Dors. Vite. Allez, toi aussi. Dors. ديما يسقسيو عليك ويبكي كلك الحبس والعذاب يا سي مصطفى. هادشي واحساسي ما خيبنيش، كنت حاسه بلي ربي راح ينصرك عليهم وترجع لينا سال. يا اخي راح تقعد معنا يا مات، على بالك الولاد. لازم نمشي يا اخوان. هذا السي مصطفى بن بلعيد. صحيتوا يا خوا. طيارات لازم تفرقوا. Thank you.
فات عام 4 شهور على اندلاع الثورة المباركة، وعلى الرغم من أنه الكثير راهنوا على فشلها في البداية، استطاعت أنها تستمر وتصمد، وكذبت مقولة الجزائر الفرنسية، وإحنا إن شاء الله معولين نوصلوا الكفاح والنضال حتى النصر بإذن الله. سي مصطفى.